أهلا وسهلا، مباركين عليكم شهر عيد على جميع بالصحة والعافية. أهني جميع القيادة وصاحب السمو الملكي أمير المنطقة، الله يحفظهم جميعا. ومجالس المنطقة الشرقية ما شاء الله جميلة وفريدة في المنطقة في المملكة، الحمد لله. يعني كل الجميع بزياراتهم بنفس طيبة وروحهم وروح طيبة، والحمد لله الجميع مبسوطين. وشكرا على هذه المقابلة، يحفظكم إن شاء الله. كيف ترى المجالس السابق والحاضر؟ شو اختلف بالنسبة لك؟ والله هي المجالس الشرقية من زمان موجودة ولا هي يعني، بس لكن الحمد لله صارت عادة طيبة للجميع. الشباب اليوم صار أكثر من الشياب، يعني غلبونا في العدد والحمد لله. لا متقبلينها الشباب مثل ما كنا متقبلينها ومع أهلنا وأبهاتنا، والحمد لله أمور طيبة. كيف ترى الجيل الثاني من عندكم طال عمرك بالنسبة للترابط والتواصل والله والمجالس؟ زي ما ذكرت لك اليوم أشوف الشباب كثروا أكثر من الأول، من أول يعني، وتقبلهم على المجلس اليوم أكثر بكثير من السابق. مع أن اليوم في ملهيات ومسليات شيء ثاني وجمعات مختلفة، ولكن لا زالوا يحبون الترابط الأسري، وهذا شيء طيب ونشجعهم على ذلك. ما شاء الله كل مجلس اليوم الأحد 14 مجلس بين الخبر والدمام، والمنطقة الشرقية ما شاء الله فيها حوالي 60 مجلس. الله يوفقهم إن شاء الله ويعيننا ويعين الزوار على الوصول لهم، ولكن إن شاء الله كل شيء يصير إن شاء الله. يعطيكم العافية. مجلس الراشد من أيام الجد راشد الراشد، من أول ما نقل الخبر وهو فاتح مجلسه للمنطقة الشرقية، من كبارات رجال الأعمال، المواطنين، أحباء قرايبه من الحسم، الرياض، أهل الشرقية. كان مجلس مفتوح من نهاية السبعينات إذا ما كنت غلطان يعني. وهذا طبعا من أهم الأشياء عندنا بالنسبة لنا صراحة، إحنا بدنا نكمل هالشيء كجيل ثالث، إحنا ممكن نكمل هذا العرف، وصراحة شيء جميل يعني. الناس تواعد كل أسبوع على قولتهم بلا ميعاد، جلسة حبية ومريحة للجميع، والله يكملها يعني على خير إن شاء الله يعني. هذا الامتداد للمجالس، كيف ترون تصدير الأبناء؟ صراحة هذا شيء جميل ولا بد أن يكون موجود في جميع المناطق صراحة، والجميع حتى الشباب حاليا في البداية هم صغار يمكن يتأذوا منه، وإحنا كنا نتأذى صراحة وإحنا صغار، بس يوم كبرنا عرفنا قيمته صراحة. ترابط يعني صعب أنك تكلم أشخاص بمئات يعني صراحة، أنت شايفهم أنك تتواعد معهم إلا إذا يكون عندك مجالس مفتوحة بهالشكل، فتمر على العوائل في الدمام أو في الخبر في الشمال في الجنوب، وتشوف جميع الأشخاص اللي تعرفهم وتحبهم، بس إنه يا إنه ما عندك أرقامهم تتواصل معهم، أو إنه ما تسنى يعني فرصة ما تسمح لك إنك تتواصل معهم. فهالمجالس الحمد لله بالعكس أتمنى إنها تكمل على هالمنوال يعني. نعتز بهالاجتماعات الطيبة في رمضان، تجمع الأهل والخلان والأحبة والأصدقاء والعوائل يعني شيء طيب جدا يعني، من الله يديمها من عادة. كيف تشوف تفعيل هذه المجالس في المنطقة الشرقية؟ المجالس ما شاء الله طيبة يعني، ما نقول عليها إلا كل شيء طيب، لأن تجمع الناس، تجمع أهل الخير مع بعض كلهم، والناس ما تزار ما تشوف بعضها بعض مدة طويلة، هذه روابط اجتماعية طيبة جدا الحمد لله.